من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 23 مليار دولار، والحكومة ليس هناك خيار سوى العمل، الأرصاد تحذر من الضباب، كيري يهاجم اليمين الإسرائيلي، وإليكم تفاصيل النشرة. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. فقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي في نوفمبر بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 23.5%، بنسبة ارتفاع بلغت 21%، وأرجع مصرفيون ذلك إلى وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ملياري دولار قيمة السندات الدولية. ليس هناك خيار سوى العمل، هذا ما أكده شريف إسماعيل رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، داعيا المسؤولين في هذا المجال لتبني مشروع قومي تشارك فيه الدولة وكافة الطوائف لإحياء صناعة الغزل والنسيج، قالا أن إجراءات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التي قامت بها الحكومة دليل على تصميمنا الكامل على المضي قدما نحو مستقبل أفضل. على جانب آخر، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد حول زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، قائلا أن متوسط الزيادة ما بين 10 و60%، كما أكد مركز المعلومات على التزام وزارة التموين بصرف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، موضحا أن ما يتردد حول زيادة سعر الزيت التموني من 8 جنيهات إلى 12 جنيها غير صحيح. حلم الأثريين ينتظر التحقيق. فقد أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار خلال الندوة التي أقامتها الجمعية التأسيسية للنقابة الأثريين على إيمانه بأهمية تأسيس النقابة ودورها كشريك رئيسي في حماية الأثر وتنظيم المهنة ورعاية مصالح الأثريين، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تذليل كل الصعوبات وتقدم الدعم الكامل من أجل تحقيق حلم كل الأثريين. على غير العادة، انتقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سياسة الاستيطان الإسرائيلي، متهما اليمين الإسرائيلي بعرقلة جهود السلام عمدا، وحذر كيري في منتدى سابان وهو تجمع سنوي لصناع السياسة الأمريكيين والإسرائيليين من أن بناء المستوطنات يقوض أي أمل في التوصل إلى اتفاق يسمح بحل الدولتين، قائلا أن بعض أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو أدلوا بتصريحات مقلقة. احذروا الشبورة. فقد قالت هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح التي تصل إلى حد الضباب سوف تستمر حتى الخميس المقبل على الأقل، مشيرة إلى انخفاض الرؤية على معظم الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية، مناشدا المواطنين التقليل من السرعات على الطرق لتفادي حوادث السيارات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.